السلام عليكم. اليوم جلسة مجلس الوزراء جرى فيها نقاش في مواضيع مختلفة كالعادة، ووزارة الصحة هي دائما تعنى بالجائحة ومستجداتها، وما زالت نسب الشفاء تتزايد حسب تقرير السيد وزير الصحة، ونسب الإماتة تتراجع حتى الآن، وإن كانت بعض الدول تشهد تصاعد في الإصابات عموماً، والإصابات في السلالات الجديدة لفيروس كورونا، لكن العراق الحمد لله حتى الآن نحن في وضع نستطيع القول أنه جيد نسبياً بالنسبة للدول الأخرى. أعتقد هذا يعكس جدية وزارة الصحة في إجراءاتها في دعم النظام الصحي، وأيضاً في مسألة البنى التحتية. كثير من المراكز الصحية كما تعلمون وكما هو موجود في التقارير فتحت في هذه الفترة وما زالت أيضاً تفتتح. الأمر الأساسي أيضاً في هذا الموضوع، يعني نحن في الحكومة نهيب بالمواطنين أن يعتمدوا المعلومات من وزارة الصحة، هي الجهة المعنية في تزويد المواطنين بما يستجد خاصة بموضوع جائحة كورونا، ولا نركن إلى بعض التقارير التي تحاول أن تبث الرعب في نفوس المواطنين. هذه مسألة أساسية، يعني نرجو من الصحفيين والإعلاميين أن يؤكدوا على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية. تنوعت النقاشات في أشياء كثيرة، بعضها مهم وبعضها ربما ستطلعون عليه في التقارير الإعلامية للمكتب. دعوني أبدأ بأشياء تتعلق بوزارة الاتصالات. مثلا مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإعفاء المواطنين من دفع رسوم على الطرود البريدية، وكذلك تصفير مبلغ رسم الطابع الخاص بالحملة الوطنية. وهناك تطبيق الآن يتيح للمواطنين تتبع طرودهم البريدية، وأعتقد هذا نوع من تسهيل مهمات البريد. البريد إن شاء الله تسمعون أخبار طيبة عنه في القريب العاجل فيما يتعلق بتطوير أدائه. وزارة الصناعة، هناك قرار أساسي ومهم تم نقاشه في مجلس الوزراء يتعلق بدعم القطاع الصناعي المحلي تحديداً العام والخاص سواء بسواء. هذا الدعم حظي به، وتعلمون أن هناك حملة في دعم المنتج المحلي، حملة صنع في العراق، نوع من تأكيد الهوية الصناعية الوطنية. هذا التعبير آمل منكم أن يشيع بين العراقيين، يجب أن يكون هناك هوية صناعية وطنية للعراق. تبدأ الآن بإجراءات حثيثة وجدية وحقيقية، وإذا صوت مجلس الوزراء على قرار يدعم هذا القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص ويمنحه الأولوية في المنافسة وتجهيز مؤسسات الدولة بمنتجاته الصناعية بنسبة تفضيل مقدارها 10%. هذا الموضوع أعتقد أساسي ومهم يخص صناعتنا الوطنية. الشيء الأخير الذي أود أن أسلط الضوء عليه هو جدية موضوع الانتخابات بالنسبة للحكومة. يعني لا يخلو مجلس واجتماع من هذه القضية. أنا أعلم أن هناك موضوعات أساسية أخرى كالموازنة وغيرها، لكن الانتخابات الحكومة تعمل بحس أنها على الأبواب، ولذلك هي تعجل وتسارع إلى اتخاذ إجراءات. كما قلت سابقا في مؤتمرات صحفية
تبرم الآن اتفاقيات تعاون بين المفوضية المستقلة للانتخابات والوزارات كافة وحتى الهيئات غير المرتبطة بوزارة. اليوم مجلس الوزراء صوت على عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد واحدة من المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة، وكذلك هناك نوع من الإجراء الذي يتعلق بالموظفين، على الموظفين جميعهم في مؤسسات الدولة الآن أن يسارعوا إلى تحديث بياناتهم البايومترية، بل قرر مجلس الوزراء أن يمنح الموظفين مدة 60 يوما لإجراء هذا. هذا نوع من منح الانطباع للمواطنين كافة وللموظفين على وجه الخصوص بأن هذه المسألة أساسية، وعلى الأقل الموظفون عندنا بالملايين في الدولة العراقية عليهم أن يحدثوا هذه البيانات تمهيدا لاستصدار بطاقة الناخب، لأن تعلمون الانتخابات أول إجراءاتها الأساسية هو تحقيق هذا الأمر، أن يحصل المواطن العراقي على بطاقة الناخب. هذه البطاقة هي نوع وشروع في المشاركة والتشجيع عليها، وتعلمون أن كلما كبر حجم المشاركة في الانتخابات كلما كان هناك صياغة وإسهام للمواطنين في حكومتهم وفي اختيارها. الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات غير هذا القرار أيضا تشجع المواطنين على المشاركة وتحارب نزعة الانحسار في المشاركة في الانتخابات، لكي يكون هناك وعي جديد بالانتخابات وصياغة جديدة للحكومة وصياغة جديدة للقطاع التشريعي أيضا في مجلس النواب. هذه المسألة سنكررها ونؤكدها مرارا وتكرارا في المؤتمرات الصحفية والإعلامية. شكرا جزيلا لكم وأستمع إلى أسئلتكم. السلام عليكم دكتور وليد إبراهيم الجزيرة. أسأل جنابك دكتور على القرار اللي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية ضد رئيس هيئة الحج الشعبي السيد فالح الفياض. ما هو المعيار أو كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع هذا القرار، خاصة أنه هو القرار الأول الذي ينار شخص يعني يصل إلى حد التعاطي مع شخصية حكومية تحتل مركزا حكوميا رفيعا جدا، كيف ستتعاطى الحكومة العراقية مع هذا القرار؟ يعني في السياق الرسمي هناك مؤسسة تعبر عن وجهة نظر الحكومة وهي وزارة الخارجية، التي أصدرت بيانها الواضح في استغرابها من مثل هذه القرارات. وليس هذا القرار فقط، وزارة الخارجية تعنى جديا بمتابعة كل القرارات التي تصدر من الخزانة الأمريكية أو من غيرها فيما يتعلق بأشخاص أو مؤسسات في بلدنا، وتحاول معالجتها بطرقها الدبلوماسية. أعتقد هذا أمر سياسي دبلوماسي من اختصاص وزارة الخارجية، وبيّنت في بيانها طريقة العراق في التعاطي مع مثل هذه الأمور. وبالإجمال ليست فقط وزارة الخارجية، الحكومة العراقية كلها في هذه المرحلة، وقلت ذلك سابقا، لا تميل إلى التصعيد لا مع المؤسسات خارج البلد ولا في داخله، لا مع الأفراد ولا الأشخاص، كما وصفتها سابقا هي حكومة صبر وحكمة. مساء الخير دكتور. عباس نعم، مراسل قناة العراقية الإخبارية من شبكة الإعلام العراقي. كمجلس وزراء يعني ما هو الجديد في تطورات الموازنة الاتحادية، خاصة ما يتعلق بالاستقطاعات الضريبية وتطبيق القرار 315، وخاصة هناك أنباء من مجلس النواب العراقي أو اللجنة المالية بعدم وجود سيولة لتطبيق هذا القرار والأمر مرهون بالحكومة العراقية؟ شكرا جزيلا. يعني الأخبار تأتي من كل حدب وصوب عن الموازنة، ما لدى الحكومة قالته في الموازنة نفسها وفي نقاشاتها، وقد بينا ذلك سابقا. رؤية الحكومة هي هذه الموازنة التي قلناها، موازنة أخذ ضرائب على الراتب الإجمالي لا تتعدى لي الرواتب التي تتجاوز 500 الأولى كما وضحنا غير مشمولة، 500 الثانية 5%، الثالثة 5% أيضا. بهذا المقدار
هي الضرائب الموجودة، والضرائب الكبرى كما وضحنا أيضا سابقا فرضت على ذوي الدرجات الخاصة وعلى الرئاسات وعلى غير ذلك. إذن وجهة نظر الحكومة في موازنتها لا تتحدث عن استقطاعات وغير ذلك، نحن نقول دائما هذه موازنة إصلاحية مبنية على ورقة إصلاحية، على بحث إصلاحي. عفوا، 115 الخاص بتثبيت العقود وموظفي المفوضية وغيرهم، يعني الموازنة تطرقت لذلك بالتفصيل فيما يتعلق بالتعيينات والعقود، يعني حسب تحسن الحال وحسب النقاش الذي سيكون مع مجلس النواب سيكون هناك قرار بات وقاطع. هذه الموازنة هي افتراض مقدم لمجلس النواب يخضع للمناقشة والتداول، وإن شاء الله تحسن الحال في أوضاعنا الاقتصادية هو الذي سيفرض نفسه في تغييرات في الموازنة. حيدر الشيخ، مراسل وكالة الشفق نيوز وإذاعة الشفق. كيف ترى الحكومة العراقية إدارة بايدن بتسمية أشخاص لإدارة الملف العراقي؟ أولا، ثانيا، هل هناك اتصالات مع الإدارة الجديدة؟ وشكرا. سؤال مهم في هذه الأيام. مع مجيء الحكومة الجديدة في هذه الفترة بالذات وحسم الموضوع في الانتخابات الأمريكية، الأمريكيون منخرطون في أوضاع العراق كما تعلمون، ولهم خبراءهم. أعتقد ما عينه الرئيس بايدن مؤخرا هو خبير معروف في أوضاع العراق، وتوقعي الخاص انخراطه في الحكومة العراقية وأوضاع العراق تاريخيا واقتصاديا يرقيه إلى مستوى الخبير والمعروف في بلدنا، ولا أعتقد أن هناك يعني اعتراضات أو نوع مما يعيق عملية التفاهم ومضي الدبلوماسية العراقية في التعامل معه. السلام عليكم، عمر هشام، وكالة نينا الأنباء. عطفا على جوابك سيادة الناطق بخصوص الموازنة، هل الحكومة مستعدة لتقبل أي اعتراضات أو أي يعني تفاصيل يضيفها البرلمان أو يحذفها من الموازنة الإصلاحية اللي كما سمعتها خاصة بمجلس النواب؟ وهل إنه الوزراء يعني من أجل إقرار سريع للموازنة سيذهبون إلى مجلس النواب لمناقشة تفصيلية لبعض فقراتها؟ شكرا جزيلا. شكرا على سؤالك، هذا يعني منحني فرصة أسلط الضوء على وضع الوزراء والحكومة إجمالا في النقاشات. يعني يسألني هل تتقبل الحكومة؟ نعم بالتأكيد تتقبل الموازنة نفسها. حينما ناقشناها في مجلس الوزراء لا تعتقدوا بأنها كانت نقاشات سهلة وأننا متفقون سلفا على كل شيء، ولذلك حينما حدد موعد المناقشات لو تذكرتم كان من المفترض أن يحسم التصويت على الموازنة بيوم واحد، لكن النقاشات استمرت 3 أيام، بمعنى أن النقاشات كانت عسيرة وأن الوزراء أنفسهم كانت لهم وجهات نظر مختلفة تسوى شيئا فشيئا عبر الحوار وعبر وضع هذا هنا وهذا هناك. ميزة من ميزات هذه الحكومة هي أنها تنطوي على عقول بوجهات نظر مختلفة للإصلاح تتحاور وتصل إلى نتيجة نهائية. الذي قدم لنا من موازنة غير وعدل في اليوم الأول وروجع في اليوم الثاني وعدل مرة ثانية وثالثة، وأحسب أن هذه العقول التي تفكر في الموازنة وفي غير الموازنة ستخضع إلى نقاشات أخرى مع مجلس النواب، لأن أيضا هناك يعني خبراء في مسائل الموازنة والاقتصاد ربما سيقترحون علينا أشياء جديدة نتقبلها نناقشها. فلندع الأمر حتى تأتي الموازنة وتأتي ملاحظات مجلس النواب، وبالتأكيد ستخضع للمناقشة. نحن منفتحون على أي نقاش يحاول أن يصلح بلدنا من الناحية الاقتصادية وخاصة في الموازنة. شكري جزيل لكم.